المشكل ديال البيض كان شويه الثمن هذا العام، كان شويه الثمن، انه هو الثمن البيض ماشي السلعه اللي ما كايناش، الدجاجه موجوده وكاين، جات تقريبا واحد هذا واحد الشهر كاين واحد شويه البرد وكاين واحد شويه النقص في الدجاجه، كاين واحد شوط دو بونت هي اللي كتنقص اللي نقصت البيض شي شويه، ولكن واحد السيمانه كاع السيمانه البيض راه غادي يرجع للثمن ديالو الطبيعي، ما غاديش يبقى الثمن هذا. دابا اليوم كاينه 45 145 146 هنا الجمله، والسقاده راه كاين اللي كيسقطو هنا ب 160 فرانك 32 ريال، الحوانت يمكن كيسقطو ب 170. لا البيض يطيح، لا واحد السيمانه البيض يطيح، ما نكون ميقن منها، لان هو السلعه موجوده كاينه. البيض هذا ما كيخر، هذا خاص للاستهلاك، عندك البوليتشير هو دجاج البيض هذاك خاص للماكله، والبيض هذا خاص للاستهلاك، ما كيخرجش فيه الفلوس نهائيا، واخا تبغي تخرجو ما فيش الفلوس. هذا الام ديال الفلوس اللي هي كتسمى الروبرو بوحدها، لا علاقه بالبيض بعد البدايه ديال الاستهلاك، كاين اللي قبل عليه. دابا المشكل كاين، المشكل ماشي في البيض، المشكل هو في المواطن، انه هو كنبركو حتى لواحد النهار ولا يومين كنديروا واحد الزحام على واحد الماده كنوصلوها للثمن اللي ماشي الثمن ديالها. الديفو ماشي في البيض، ولا الديفو هو في المواطن. دابا كيتبقى مول الحانوت او لو مول الكروسه ملي كيكون عنده واحد ولا جوج راه كيبيع، ولكن ملي كتجمع عليه 20 واحد و 25 راه كيزيد بلا 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 قياس، انه هما سبب الغلا، ماشي الغلا في بلاصتو، اصل المواطن هو كيسبب في الغلا راسو. المواطن كنقول لهم في رمضان البيض راه موجود، علاش انا بغيت نعرف هاد الناس اللي كياكل خمسه د البيضات او 10 د البيضات في النهار كيدير بعض البلوطات وخمسه، هاد البيض راه كاين موجود ما يتقاداش، علاش ما ندي البيض جديد وكل نهار ندي بيض جديد وبالثمن مزيان؟ خص المغاربه يتعلموا يحيدوا هذه اللهفه منهم، ماشي في البيض بوحدو، في الدجاجه وفي الخضره وفي الفواكه وفي اي حاجه، هذه المشكله فين ما درنا كنلقاوها، والناس ديال المغاربه ما بغاوش يتعلموا باش يتمشاو شويه، السلعه راه عندنا موجوده، علاش غادي تخصك السلعه؟ ما غاديش تخص، الحمد لله هذا بلاد الخير، الخير ما غاديش عم عمره يتخص، الناس خص صغار يعرفوا يسيروا رسوم.